بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ليثمثن سلام ربي في الهوى. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ رفع الله قدرك ورفع الله قدر الجميع. كوني جعل ربي ذا جروم يبعث في النون هما كوني يفك ربي الخير وانت خير إن شاء الله. أنت فغامي قضاء أين توقذ ميخضاء أكوني يفك ربي السر ذلي سر يرنو يون ثلاثة نسر سلفرح غام قرآن نرزد في اللون أن دي زورول إذ بعيث ضار إذا رحم ربي مزورة دي جانا ولقي أن دي زورول إذ بعيث ضار القلب يسبق البدن القلوب تسبق الأبدان. حقيقة أن دي زورول إذ بعيث وضار كنا حزر ربي إن شاء الله. الدرسية مثل العنوان ينس نغس نتلينس نسمي لفني لبنادم بناء الإنسان ثم زواروث أول لفني إلها زر كما الصدايكين الفن لي فنو لفني ذيني قلهان أما ذخام أما ذا اللوزين أما ذا الجماعة أما ذا السبيطار أما ولكن الحكماء وقاذ يستخدمنا اللغن سن مليح ذا شو دنان ناند بناء الإنسان أصعب من بناء العمران. ذا هو ذا مشطوح يعني يسهل أتفنو ضخام أتفنو سبيطار أتفنو حواج الماتريات حواج الماسوط المانوفر وكذا ذا انتظام ولكن نحواج أكثر لفنين بنادم بناء والإنسان لا تريما بنادم والإنسان يسانا زل ذم قرآن ذو قوال ربي ذي القرآن هل أتى على الإنسان ربي ذلك سيسميس حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يهضر ربي في بنادم أطاس ثمسة النظام بنادم أدل المزي أم يطيج مدي شرق صبح أدي شرق خفيف ورثكوار سخانينس سمي الحواس مرثا وتنصى بواس قمة القوة قوة الضياء النور وقمة الدفء حرارة وهذا هو الإنسان سمي تيمغور هذه لي طفل ذا مشطوح هذه تيمغور هذه يغال شاب أي القرن مرحلة الشباب فمزي تسجيك قلهان خطر قوة عقلية ألا غيس يجهد قوة بدنية يسعى الجهد ذي الصورينس ذي الزمرتيس قوة عقلية قوة فكرية المفروض قوة نفسية كنت بسيكولوجيك الجانب السيكولوجي بعد أمذان سميت شغال قرب ذي غرفية طيجيس كني قال الشيخ محمد الحسين إنك ولاش تصبحيف ورنسعيثة مديث يعني فاصل حيث نغن عاشي تياو أنت سيمغور ولكن أدي أسواس أدي غرف يطيج من ما يغرف يطيج بمذان مراكينين أثي رحمة ربي أذفلس يعفو ربي نسعى مرحلة الحياة ثذرت النغ والزيلث ولا مغزيفث والزيلث ولا مغزيفث التصل حكماء الغمغار نجربن أو قاذي عاش دي الدونيث التفضي عاش 90 سنة كيني والله أردوني ثقي والزيل ثمليح ميلا سيدنا نوح لين تحكون في اللاس عمر الدعوة 950 سنة ولكن يزرى باللي والزيلف مدام والزيلف يا الله ثورة أمشري فنو القرآن أمذان كيف يبني القرآن الإنسان؟ ذي أربعة الأمور أربعة فمزورة الساس
ذي الإمام ورزميرا دينيون فني غمدان خدم راس لون كادرومون يعني ابن ادم اوكي سيونتيفيك نغ خدمه كنت بغير مي حاذر اتشوغ الساس اخان الى قد يسعو الساس بعد فنوث كمل ذا الساول سقفيف الى اخره ارنو طبقات نغ لي زيتاج مي الساس ذن تسيد الساس ذي سميس اذا واليس شرعنا شغل ديالنا القران شغل ديالنا ان دلساس بومذان ذل ايمان اتصل ايه في قلان سيسن سوره الاخلاص قل هو الله احد ها الله الصمد يعني ايوان ميليون يعرقس وفريد وري السينارا ربي سبحانه اين يفغوي السنيث ذي الدونيث اذا سينيشيني اش يعرق وفريد ما يعرقش وفريد سيدي ربي سبحانه وتصاوض الضارة لا بوسون الاتجاه هذاك يروح لذلك تفض ذي المرحله المكيه اسمي في صلاه سلامه يشقعت سيدي ربي ذا مشقع ذا مشقعين قالوا يمشقعن الجمع امشقع لي ميساجين لي بروفيتين قالوا ذي النبي صلى الله عليه وسلم ذي مكه المكرمه القرآن المكي يركز على بناء الإيمان عقيدة التوحيد 13 سنة ذي الإيمان أتصل الآيات مثلا الآية قوم السلام سورة الإخلاص مثلا في سورة البقرة آية الكرسي الآية 255 من سورة البقرة الله لا إله إلا لا إله إلا هو الحي القيوم مثكفة الدس الفيرس الآية 256 عند دين ربي سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت القرآن دين الطاغية للغة العربية لدي أساتذة اللغة ثلا قاعدة في اللغة العربية أشدنا ثناد الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى شفو ثاس الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى ربو دينارا طاغية طاغية نغطغوت كيف كيف لا شو لا الفرقية رسم الفرقية رسم طاغية لفظة معبرة عن الطغيان أمعنى خفيفة في السوسف ربي ناد الطاغوت ذاكي العلماء قارن كلمة تملأ الفم تشورك موش ها الطاغوت تشوريمي اي غير سعان علماء المنهجيه لا ميثودولوجي باش نسيوض المعنى اكتي ديني الطريقه وتتضارى ذيني قرن كلمه تملا الفم ولكن ربي شو دينا في الايه قد يوم الاسلام فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله مباشره أدياس الإيمان بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها يعني وين يمن نصربي وحذس يطف قمرار السلاك والآيات تصيق الله الأمة كأمة خطر نسعى الإيمان الفردي كل ولد يمن ذا غنم ذا ذروم تسدر ذا العرش أروح هذا من وغل الوطن ماذا بك الوطن الذي نسلم اياه الحمد لله بالنسبه للجزائر نقطه من النقاط البارزه التي تضيف لها شموخنا على الشموخ هذه مساله في غايه الاهميه يعني الاسلام الحمد لله يجهد يصحى مليح ادنو غالب بعد الامه يا اخي ننتمي الى امه الاسلام وين قرن لا اله الا الله محمد رسول الله ذيك مثلا غير وضوء ربي ربي في سوره الحجرات الآية العاشرة يناد إنما المؤمنون إخوة المؤمنين ذات ما ثني وذم ربي ثلاثة جمات ذما ساعة مازال ثلاثة جمات وذم ربي ندين إنما المؤمنون إخوة أدوغالا ذي سورة الأنبياء الآية 92
ربي ناد إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يزرع قول غنغ قولون النغ بلي نكوني ننتمي إلى أمة. بالمناسبة في قاعدة ذهبية مفادها تعدد الالتزامات بتعدد الانتماءات، مهمة جدا من الناحية الاجتماعية من الناحية التربوية من جميع النواحي. شو المعنى تعدد الانتماءات؟ أدوي تعدد الالتزامات. مثلا أقلا نزاد الجامعة هنا عجيبة مسجد الإمام مالك هذا يضرب به في الناس، انتماؤنا إلى هذا المسجد نسعى التزامات دي زوبليغاسيون نتزدي كذا غتنعمر ما كتعمر تشبح ما كون يشبح ربي، هذه هي هذا التزام. ذو قذروم نسعى التزامات، ذي الحومة الحومة نسعى التزامات، أكيد إذا كان الزيز ذي الحومة وسقضا كي خاطيني نظل الجنازة ذي الحومة صف ما ونسعى العذر لا غالب هذه فروض، ولكن التزام التزام سي دي زوبليغاسيون معناه ما دامش صدر دي الحومه تبارك الرويج في كل ميم الفوتبول صافي خذ من الفول ليكيب الحومه عاديه قول يتمال غير الحومه، ولكن ثلا الحومه ثلا الامه الانسان بين الحومه والامه ماشي كنقيم ذي الحومه انا عندي الحومه من سوسع تتسع الدائره كلما اتسعت دائرة الانتماء تتسع دائرة الالتزام، هي قاعدة ذهبية نحتاج إليها في حياتنا. أدنغال ربي سبحانه في سورة الأنبياء الآية 92 يناد إن هذه أمتكم دي قرض الأمة نون أمة واحدة تشوفوا أمة واحدة أولاقي إديوسان دي القرآن يسد ذي وثيقة المدينة قال صلى الله عليه وسلم يقول جرس مكان المدينة يخدم يذي الوثيقة فلا سوكيث الحد دوني ذي الوقت الني لما ثين سلمت اسميس وثيقة المدينة. الفقرة الرابعة كاتريان باراغراف شو يكتب ذي سنبي عليه الصلاة والسلام أمة واحدة من دون الناس، تميز أمة واحدة من دون الناس. أدوال الآية 92 ثنات إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. شفو ثاس ثلاثة يشوف أنثاقي أتفض ذي سورة المؤمنون الآية 52 ربنا دو أن وإن قراءتان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الزمرك تروح في قاص متشابه الآيات وذا جيز مربد ماذا سيروح وعادي تشابه الآيات إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون مثل المؤمنون وأنا ربكم فاتقون. ونحوج التسنات نحوج العبادة نحوج التقوى يعني الخوف الربي الإيمان وجيز الساس لفنين بنادم أنو غالساس ويسيد العبادة خاطر زميرة بلاد مدينين كيني ذي المؤمن تخصي سوى الظليث خاطر ذي المؤمن نعم فظليث إي لا قنزر ثلا الغفلة عادي إلا قال ميحذار نميو السنة وكل ميزرة وكل قناة نعيش ثلاث مثناك فيك وضف ذا الغفلة التفضيون رمضان يتصوزم فظليث هي قار مازال أها كانت ورا وشيني يدعو الخدمة وشيني يدفنو مالا فنو السمام أمني حمان سيدي توضيغ بيان تقول ذي الشتوى وكينك مديو غلان تريت أداوي غلان تريت هذيك الشمغ الجامعة الخدمة راتراطاج فور نسى مسكين بالك ويتصوض راتراطاج بالك هذه مث قبل ونزرع من ما نمث لو كان نزرع بالك يولا تيوجل أتيوجل مي تظلي خاطي يعجب فيها رمضان محفوفة في الناس يعفو ربي سلم فيها كنا الحيزر جدي سفرة قرزم اسمي سنان الفلاني ذي المؤمن ويتزلى ذي نسلم ونتزلى كرويون نون براتيكو ذغي ودا سفرو اشتلاف ذو لوردونونس
زدوا استقبالي باش تفهم لكم الدل إن يسأل المؤمنين يوانرو في الوقت ذين الله ما تشكين عودة صغرو إن سلم ورنتظال السوق ما يعمر ذي يفرو غس ما يزنز سلغلا ذي وين ميساجي سوضيف أمشي إن سلم ورنتظال والشدارة المفروض مسلم يصلي معليش تسير الغفلة أرض يهضر بذلك أدلينين تسمني الهداية للجميع وهذا يهضر بك 20 سنة وفي 40 سنة إن شاء الله أرض يهضر بيك وغي ثبت ربي خطر ذا نحوج ثبت دوني ساعة لي بروبلام ساعة وهران ساعة لي سوربريز ساعة كلش ذي نمي دينا ربي ذي القرآن في صورة إبراهيم الآية 26-27 أشو دينا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يوث الآية تعدى ياكو ربي يتثبت المؤمنين أما في الدنيا ثم في الآخرة ما في جلد إثم قدرت وحدس أم خذعون أم الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول طلي ولا سيني استغفروا لأخيكم ظل بصر بس يسمح وسلوا له التثبيت باش تثبت ربي خاطر جانتين وحدس فإنه الآن يسأل ماشي من بعد العصر نغزك الصباح نغسل زكا ثورة إفذت منكر ونكر أغيث بثربي جميعا أثنفرا البعد التعبدي في حياة الإنسان لا يكتمل البنيان إلا بترجمة الإيمان إلى عبادات واضحة للعيان يعني بعد ما يعبد ربي تظلف رمضان العشر ونسعى الشروط الحج ونسعى الشروط زي سجل العبادة مطلوبة ربي نادي القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول ربي أتسم ثم ذا دين سلم أوها ربي إن شاء الله الخاتمة النغ ثم ديث النغ تسع ديث أكل من الله يلا الأمر وثلاثة ذي الفنين بنادم باش ذي الفني قرز ذا شوث الجانب التشريعي كوتي جوريديك من بغاس نسميك شو المعنى إيه الجانب التشريعي الحلال والحرام سي نورمال وتقاضى كذا المؤمن تزالا معنى السكيرو غادرين اما كان يسكر كراج يسكر طوموبيل لا هذا الحرام صافي لقات طبق الكود قال لك تلحظ كود لا روت طبق القانونين الشرعيين ناد وقسمي الربا الربا هذا الحرام كفى واحد الايه 275 من سورة البقرة إن ربي وأحل الله البيع وحرم الربا ذي فأنا ميطيش البيع والشراء زنز في ماني البيع والشراء ذا شذي لي تزدي بلا تدليس بلا الاحتكار بلا عقود الغرر وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر لن تتصل التفاصيل إذا غيهم من ذي الموضوع باللي ثلاث شرعيث ربنا في سورة الجاثية الآية 18 إناد ثم جعلناك على شريعة شريعة من الأمر فاتبعها دي قاعدة بعيد ذي اللي يظل في سورة الأنعام الآية 162 ربنا وأن هذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مادام سيد مخلص كل شيء لله ربنا لا يتقبل إلا ما كان موافقا لشرعه هذا ثلاث شرعيات وقرنس البناء التشريعي هذا يقول أغدي ولا في مكمل الفني هذه الشرف هذه السقف الجانب الأخلاقي أتصرف ذاكي تصلي زكزامي قلان
ذاكي اطاسي قلا اما ذي الميزان تشرعيث اما ذي الميزان تذرث بمذان خاطر نسعى تعرفيث نسعى تجديث ذاكي ذا غلق اسم الكزال السيوضي ونكيني ذا شو ونكيني انعام ذي تجديث الى الميزان ذا شو انعام خلفا الى ولث مشركين معنى انعامي خير ضيور قرنس انعمك الخير اذا شو ماشي استنى كي تزير لا ريبونس ولاش السيضه الفلاني لكن اذا شو تفهمت بلي راك دوال ولكن انعام خير درجات كي قرنس الحذاقه ديروا ورقاز ثمطوس ثمطوسي ورقاز نقضوا شي حانوت ما ثلاث غوسه كذا اكيني ولاش نغاكيني ذي الخير كان مخلف مخلف كان ولاش ديجا اول لقيت بريزي ولاش داشو ثبوت في كاس غلق ثبوت الزايد غلق ثبوت مالكيني سربح ثبوت امذل ثبوت لقيت درجات لقيت شو ذي الحداقه قرنص الذوق الزربي وحليق قرنص قبيلي الزربي وحليق العباس عم سنن في صلاة عليه السلامة يسقسى فيهون إن يسلوي ذا مقرن كيش نغذن فيه ذي العمرة إنسان نور ملموس يذن كذا مقرن وما ينسى كذا مقرن سيدت مي بيس كي يحذق إن ياس الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله تعدث يا تبراسة إن ياس الرسول مقرف لي إن كيني لورد قبليس هذا ثقيت شمدي الحذقة الرسول أكبر مني أي غر إسعى مقام النبوة مقام الرسالة إذ يسوى قد ولدت قبل رسول الله ذا شو كيني وسيقدر الدنيا في قبليس ثقيت الجانب الأخلاقي والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة العليا يسلم ذا يحفظ يك أنك تصرف كان غتسيلي على يث أتصل الأحاديث أدفك الكرة السلسن يودي السنة شو دينا إناد إن المؤمن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم المؤمن إزمرة يوض الدرجة عليا سواشو تصرف كاع عليا درجة بنيت صوزوم من ذكواس وذكيل يخدم قيام الليل وقيل الطب صائم قائم درجة كي عليث أم كي زمرة تياوض بنادم أتياوض صرف كاينس علايا سلحذاق ينس سلأخلاق ينس سلقيم ينس الحديث واضح شو دينا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أطاسن الأحاديث إدي هذا المفسر بقى ثورة الخلاصة فنادم باش أنفنو إيمان النغوان فنوية ضوان معوان أفوس دفوس ثاعكم الزين أتسيفسوس إلى قدر ربع لوموراكي البناء الإيماني التعبدي التشريعي الاخلاقي الخلاصه ذا شوث الخلاصه شرعنا غادي قار ارنوث ذي ثموسني اكني ثرناث موسني نون اتسيسين مربي اكثر وتفهم سر الوجود اي غادي خلق ربي سبحانه من اجل العمل على تحقيق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض أكتفي بهذا البيان فما لا يدرك كله لا يترك جله وقذي مثنى ثلاثني عفو ربي إمو ظنثني الشفو ربي أكون يفكر ربي ثزمر ثم زمورث آمين آمين والحمد لله رب العالمين.